رمضان كريم كل سنة وانتوا طيبين، وأهلا وسهلا بيكم في برنامج سكر شطة على النهار في أولى حلقاتنا في رمضان. اسمحوا لي الأول قبل ما ابتدي، ناس كتيرة جدا كانت بتسأل مفيدة مين الشيف اللي هيكون موجود معاكي غير الشيف شربيني. قبل ما أقول مين الشيف اللي هيكون موجود معايا، لازم أبعت تحية وكل المعزة والاحترام والتقدير لأستاذي ومعلمي شيف شربيني. وحشتني وربنا يديك الصحة، وإن شاء الله إن شاء الله هنشوف بعض في حاجات كتير تانية كتير إن شاء الله. أما بقى فالشيف الموجود معايا النهاردة هو ما بيحبش يتقال عليه شيف. ليه؟ لأن هو تنك. ليه؟ معرفش، خليت ربنا. لكن خلونا كلنا نتقابل مع عباس فهمي. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة طيب شيف شربيني. ورست أنا ورست انت ربنا بيحبك اكيد، عامل حفلة رمضان ده ربنا رحمك، ربنا يكون معايا. ايه ده ايوه من اولها. ازيك يا شيف؟ ازيك يا عباس؟ أيوة. لا انت مش شيف. ما انا مش شيف، لا بالزبط. استحق لقب شيف. يعني انا من هنا ورايح اقول لك عباس، عباس عشان ما حدش يقول لي لازم تقولي له شيف وكده. هو نفسه رافض فكرة ان انا اقول له اي حاجة تانية، هو عايزني اقول له عباس. عباس عباس، بس صعب قوي عباس. عباس انا لازم اعرف تاريخ عباس جه منين، يعني تباعا في الحلقات اكيد هعرف. بس عباس، احنا عندنا ثلاث قوانين لازم نبقى حاطينهم. ممكن تقول قوانينك في المطبخ؟ ما بلبسش جوانتيات، تناكة، ما حدش بيمسك سكاكيني. ده حاططها، ده كمان شويه ناقص يحط مسدس. ممكن احط مسدس جنبيها. ما حدش يمسك سكاكينك ومش هنلبس جوانتيات. ايه تاني؟ يعني خفي الغلاسه شويه. انا نسمه وخفي خفي يعني مش عايزه. انت فرهضتي. لا فرهضتي خالص. شيف شربيني لا لمده سنين. الراجل كان خلاص راح عمل مطاعم. بكره أيوة ربنا يزهزها عليك كده وتعمل يعني مطاعم كبيره كده وتبقى حد مشهور، وبرضه افضل انا اعمل في المطبخ واطبخ. في حاجه مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها كلكم، ان انا النهارده او 30 يوم دول عباس هيخليني اعمل الحلو. ليه؟ علشان انا متميزه، عشان انا السكر، والسكر هو اللي بيعمل السكر وبيعمل حلو في المطبخ. في مطبخنا كل 30 وجبه او وصفه للحلو هكون انا بعملها. قررت انت تطلقي على نفسك كده يعني؟ ايوه، ما انت شطه، ما باين جدا يعني. انا لو احنا اتنين اتصورنا جنب بعض قلنا مين سكر ومين شطه، الناس هترد عليه تقول لنا هم اللي يحكموا. طب يا عم السكر بعد 30 يوم هم اللي يحكموا. طبعا في حاجه مهمه جدا انا 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 لازم اقول لك عليها. اتفضلي. انت عارف اول ما شفتك يعني دلوقتي وانت واقف كده قدامي مين جه في دماغي؟ من غير زعل. من غير زعل؟ هيزعل ليه؟ خالص؟ مفيش خالص. ها؟ خالص. ممكن امشي؟ لا 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 لا، بس انت عارف يعني اول ما شفتك كده حسيت ان انا بتكلم مع مين؟ ها؟ طب ايه رايك اسيبها لك مفاجاه يعني تتفرج فيها معايا؟ اتفضل. انا ما لقيتش حاجه اقدر اوصف بيها شخصيه عباس غير ده. بص ما يعني انا اسف عباس، بس انا اول ما شفته على الحقيقه وافتكرت الفيلم الايدي نعيب حسيت ان في كونكشن حصلت. فعباس يعني انت قريب جدا من شخصيه احمد مظهر. ده هو بيمثل ده كده، انت حقيقه ربنا يدينا الصحه ونكمل. يعني اولا ده شرف ليا. لا مش في حلاوه احمد مظهر اكيد. يعني بس ما ينفعش. ما ينفع في ولا تناكه البرنس ولا في طول احمد مظهر، ده لسه هنتكلم عليها تباعا. نعمل ايه بقى؟ جينات. انا قررت ان انا اطلق على عباس عشان انا طبعا مش هقعد طول الوقت اقول له عباس، برضو هو قامه يعني وقيمه كبيره، فاسمحوا لي ان انا اطلق عليه ونطلق كلنا عليه برنس عباس اللي موجود في مطبخ سكر شطه. فمن هنا ورايح الاستاذ البرنس عباس هيتكرم كل يوم ويعلمنا ويقول لنا طريقته المختلفه في الاكل، لان هو مش بس بيطبخ لكن هو ليه تكنيك معين في الطبخ، صح كده؟ لو انا بصي، ما كل واحد بيحط طباعه او خبرته او اللي اتشبع بيه من ثقافه في الاكل. اوكي، فانت جاي تعلمنا طرق تكنيكس. يا تكنيكس يا يعني طريقه مختلفه، يا بنصحح معلومات. احنا معلوماتنا كلها مظبوطه. لو انا برنس عباس ممكن اقول لك كوين مفيده؟ انا طول عمري ده بقالي 10 سنين كوين اوف ذا كيتشن. مش جديد على فكره، مش هكسب. يا بقالي 10 سنين كوين اوف ذا كيتشن. كون ان انا اديتك لقب برنس ده بس عشان انت اول حلقه. هتعمل لنا ايه النهارده برنس عباس؟ غيرت انطباعك طيب بعد ما شفتيني على الحقيقه؟ لا على فكره هي مفيده اللي كانت مصره انها تجيبني هنا على البرنامج.
ومفيدة. اعترفي أيوة أنا وموقفي لما كلموني عشان أيوة. البرنامج عجبكم طريقه الكلام؟ طب واخدين بالكم ان انا ليا حق في الموضوع. اول ما كلمناه قلنا له النهار هي كلمته مش انا اللي كلمته طبعا النهار كلمته قلت له يا عباس ايه رايك تيجي تشتغل مع مفيده هيعملوا برنامج جديد هيسموه بمنتهى العجرفه والتناكه اللي في الدنيا قال مفيده انا ما بحبهاش انا ما بحبش مفيده دلوقتي اول ما شافني مات فيا طبعا يعني حاسس ان انا يعني طباخه ماهره ملهاش حل. سيبك من طب يعني بلاش فشر احنا في رمضان صايمه ولا مش صايمه؟ صايمه الحمد طيب. لله. طيب هتفشري وانت صايمه؟ لا عمري. طب طباخه ماهره دي يعني خليها كده اهو يعني لا انا دي ملهاش علاقه بالفشر تحكي بيها على الفانز بتوعك. طب ماشي 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 خلينا نبتدي عشان احنا وقتنا قليل طبعا برنامجنا بيطير زي العصافير كل اصدقائنا عارفين ان احنا ما بنقعدش عقبال ما نقول السلام ازيكم سلام عليكم راح. النهارده انت عامل لنا ثلاث حاجات مبدانا في مطبخنا طول فتره رمضان حاجات. انا هعمل التالي أه. اوكي مطبخنا السنه دي في رمضان ال 30 يوم نظرا للظروف احنا مطبخ بيوفر بس اكله حلو بيوفر بس فيها كل حاجه موجوده على مائده الفطار بتاعكم بحيث ان انتم ما تحسوش ان انتم عندكم مشكله فالنهارده برنس عباس عامل لنا مصممه برضه هقرا لا ما بقراش انا ملاش قول لازانيا الا بولونيزي ماشي يعني صينيه لازانيا مكرونه يعني مكرونه تعملي بقى زي مراتي مثلا بقول لها مش عارف ده اسمه ايه بتقول جبنه يعني انت بقالك كام سنه اتجوز اول ولا تاني لا ده احنا هنتكلم كتير بقى ده احنا هنغني ماشي لازانيا بولونيزي يعني صينيه لازانيا في الفرن بشاميل عادي جدا ولحمه معصجه في صوص بولونيز بكرفس وجزر وبصل وثوم طيب. وعليها صوص طماطم هنعمل حاجتين الاول بعد كده نبقى نرصهم اوكي تيجي الاول نعصر عشان احنا انت وعدتنا ان كل حاجه هتطلع لايف الطبق الثاني والطبق الثاني الريش اللي احنا ريش دوني مشويه اوكي وانا هعمل لكم مهلبيه بقمر الدين واو مهلبيه بقمر الدين يلا طيب نخش ايه نعصج اللحمه الاول يلا. نعمل صوص البولونيز عشان هتقول لك التعصيجه دلوقتي انت هتجيب لحمه مفرومه الاول هشوح البصل والجزر والكرفس مع بعض والثوم وبعد كده احط عليهم اللحمه تتعصج اوكي اوكي عليه. يلا بينا يلا هتعرف تشغل ولا ايه بحاول قلت لكم زي ما انا قلت لكم استعدوا النهارده الحلو مهلبيه بقمر الدين ولان هو ممكن ياخد وقت وفي حاجه المهلبيه لازم نحطها في الثلاجه فعقبال بس ما اطمن ان هو ابتدى يعصج اللحمه انا على البارد هجيب لبن وهجيب على حسب المقادير بتاعتكم بس انا اقول مثلا عندي كيلو لبن كيلو لبن بتاعها هيتحط 3 او 4 معالق نشا والسكر على البارد الاول هقلبهم ماشي عشان بس تبقوا عارفين انا هعمل ايه تمام اوكي زيت زيتون البصل اوكي اوكي انت ليك تعصيجه معينه يعني انت ليك واتيفر بقى خطه معينه تعملها يعني مثلا اللحمه المعصجه ما فيهاش لا بصل ولا جزر ولا كرفس ايه اللحمه المعصجه ما فيهاش جزر وكرفس فيها بصل فيها بصل وملح وفلفل بس مش افتكاسه يعني بس دي فيها كرفس و جزر يعني انت حاطط عشان الصوص البولونيزا بعد كده عصير الطماطم هيخش عليها طب عباس ده مش هيبقى وفي خل بلسمك في الاخر خالص فين ده على اللحمه المعصجه وبيطير بيتشير طب اشتغل انا بقى عن نفسي انا هعمل هنا في الحته بتاعتي انا الصغيره دي ادي مقدار الاول اللبن قبل ما احطه على النار ادي كيلو اللبن دول 4 معالق نشا ده انتوا هتنبهروا بيا والله العظيم هتنبهروا بيا بقلبهم كلهم على البارد بليز سكر ودي تكملت النشا انا الاول بضربهم كده ياخدوا مع بعض يبقوا جسم واحد تركيبه واحده زي ما انتم شايفين قبل ما احطهم على النار عشان النشا ما يكلكعش اللبن حلاوتي 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 شفت قد ايه دوبتي النشا الاول في حاجه لا ما انا حطها ما هو هي حاجه بارده في البيسين ده كله ايوه البيسين ده وهتقعدي تدوري بقى على النشا اللي عمال مكلكع رايح جاي مفيش مكلكعه اصلا انا لسه ما كركعتهوش على فكره على فكره يعني انت محبط اول حلقه يا ساتر
نفس الحكايه هنعملها مع قمر الدين، بس استنوا حاجه اعملها لكم الاول. انا كده قلبت كويس عشان ما يكلكعش مني، هحطها في الحله عشان يسخن معايا. انت بتعمل ايه؟ بشوح الجزر والكرفس مع البصل والثوم. وبعد كده هحط عليهم اللحمه المفرومه لحد ما تاخد لون حلو. لازم يبقى على نار عاليه عشان ما تنزلش ميه، ما تبقاش مسلوقه. اوكي انا تمام. دي وقعت، نحطها في الحوض وناخد واحده ثانيه. اقلب معاكم النشا لغايه ما، حاضر ما يربط معايا. حاضر هطلع لك فاصل، بس بعد الفاصل انا لسه هرجع بعمل. انت كده خلاص؟ انا كده بعصج اللحمه بقى مع الجزر والكرفس والبصل والثوم. لا، قبل ما نعمل البولينيز بتاعه النهارده. هو هيعمل بولينيز وهو مصمم انه ليه طريقه معينه في التعصيجه. كل اللي انا خلي بلسمك، كل اللي انا يعني شايفه برنس عباس بيعمله هو ان حط في التعصيجه بتاعته بصل وكرفس وجزر وتوم وملح وفلفل، وبعد ما تستوي اللحمه هيحط لها خل بلسمك وبعد كده عصير الطماطم ونسيبهم يغلوا مع بعض. طيب اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل ويكون اللبن والنشا مسكم. رجعنا لكم مره تانية. احنا قبل الفاصل برنس عباس حب يعصج. افشح بقى انت عملت ايه. عصجنا اللحمه. أوكي. بالبصل والثوم. أوكي. وحطينا الكرفس. أوكي. والجزر. أوكي. وبعد كده لما اللحمه اتعصجت خدت لون حلو. أوكي. حطينا عليها الخل البلسمك وزعتر وورق لوري. اوكي. ولما الخل يتبخر حطينا عليها ايه، عصير الطماطم فريش. طيب واحنا دلوقتي عملت انت عملت البشاميل وعاملها سايبه شويه عشان نوع اللازانيا ده ما بياخدش سليق قبليها. دي اللازانيا جاهزه من السوبر دي ماركت. عجينه باستا. طيب بس انت ما بتاخدش سليق. انت عايزني انا اعمل لك ايه؟ هنعمل الريش. طب ممكن بس تتبلها. اوكي ممكن تتبلها لنا ريش على طريقه عباس. هو عايز ثلاثة معلقه كبيره زيت زيتون، عصير ليمون، معلقه كبيره صويا صوص. صح كده؟ قول ادينيها. ده صويا صوص. ده خل البلسمك. خل البلسمك حلو. اوكي ليمون، عصير ليمون. اوكي ده مستردة ديجون. اوكي مستردة ديجون اللي هي الفرنساوي اللي هي بتبقى الحاميه. اوكي بالظبط كده. وجوز الطيب. اوكي تمام. زعتر تمام بيتباع فريش في كل سوبر ماركت. اوكي وممكن الباقي اللي يفضل منه نحطه في الطاسه. اوكي والريش وهي بتتشوح. انا ممكن اعمل لك دي. أوكي. انا ممكن اشوح لك. حاضر لان انا لسه عندي حاجات حلوه لازم اعملها. جميل. ايه ده؟ بقدونس؟ بقدونس وهنحط تسيب شويه عشان الزينه. طيب واحط بقى الزيت على النار. طيب. انا ما حطيتش ملح وفلفل. حط ملح وفلفل عقبال ما انا اجي لك واقول لك انا عملت ايه في الحلو. لو كلكم فاكرين انا كل اللي انا عملته خلاص، انا كده المهلبيه بتاعتي انا انعقدت اهي زي ما انتم شايفين كده. فانا هاخد حبه في الكوبايه. احنا عاملين طبعا قبل البرنامج علشان نلحق بس يسقع، لكن اهو دي انا كده هحطها الاول في الفريزر او في الثلاجه من تحت علشان تربط. وبعدين في الاثناء دي بنعمل قمر الدين. القمر الدين بتاعي اهو بعد ما انا بليته وضربته في الخلاط برده نفس الفكره. هاخد قول مثلا كله على البارد، معلقتين او ثلاثه نشا، حبه سكر للي عايز عشان هو بيبقى مسكر اوريدي. وبقلبه كده. مسكر جدا. انا ما حطيتش سكر كتير يعني، بس برضو نفس الفكرة ان انا بقلبه على البارد قبل ما احطه على النار. انا اكتشفت اكتشاف. ايه بقى؟ انه في قمر الدين مانجا، يعني مانجا مجففة معمولة. قمر الدين؟ بجد؟ طعمها تحفة. بس ده مشمش. ايوه ده مشمش.
بس انت قصدك تقول يعني ان هم عاملين نفس الفكره كاوبشن ممكن يتعمل بالقمر الدين بالمانجا. طب ايه رايك بقى ان انا احب كده؟ جدا انا احب مهلبيه بالمانجا طبعا. انا كل ده بضربه على البارد، وطبعا في ستات كتير بيتفرجوا عليا بيقولوا يعني احنا نقدر نعمل الكلام ده؟ انتوا عارفين، انا عارفه ان انتوا اسرع مني بكتير، بس يعني ايه، انا كل يهمني ان النشا ما تعجنش معايا. يا ولد والله لازم تفرح بيا، من 10 سنين كنت هبله. من 10 سنين بس؟ لا بس اوكي. عايزه اقول لك حاجه، انت اول حلقه النهارده، فانا ايه بحاول بقدر المستطاع ابقى ظريفه عشان ما حدش يقول لك ايه مفيده بقى هبشت عباس. لا ما انا وحشها الشربيني وكده وبتاع. انا جاي وعارف ومتوقع. وهي وحشها الشربيني ده ما مش يعني عشره برضو انت قوي عشره. يلا الراجل هو بقى في السعوديه دلوقتي، هو فتح مطعمين، لازم نقول له مبروك يا شربيني. مبروك مبروك. في زايد وفي السعوديه. في زايد ايه؟ شيخ زايد بتاعتنا؟ شيخ زايد بتاعتنا. بتاعتنا هنا؟ ولا زايد. ولا زايد السعوديه؟ ولا زايد معرفش. هو في زايد هنا. طيب انا حطيت كده. طيب. القمر الدين هو كمان هقعد اقلب فيه لغايه الريش ما يتخن. جاهزه ان هي تتشوح دي. انا هشوحها لك، انا هشوحها لك. اوكي. انا هشوحها لك بس ثانيه واحده، ايه؟ اضمن ان ده كمان ده زيت الزيتون، ده زعتر. اوكي. انا هبتدي ارص. اوكي. اعمل ايه؟ انا اعمل لك ايه بقى؟ هحط لك هنا زيت زيتون؟ شويه زيت زيتون، شويه مش أهو. مش بنقليهم. مش هنقليهم. هات فرشه. والله انا كنت ممكن يعني يلا اي واحد بيتعرف على ناس جداد. اسمها كلها خبرات حياتيه. لا يعني انا قصدت اقول ان انا اقدر اعمل برنامج طبخ لوحدي في رمضان. لوحدك صح؟ طبعا. الناس على فكره كانت متوقعه. متوقعه ان انت تطلعي لوحدك؟ طبعا. ما قالوا ما كانوش متوقعين اجيب معايا برنس. ربنا يخليكي. طيب. انا بقى انا بشويله وبشوحه عشان لك رق بشمال في القعر، ورق مكرونه ممكن ايه يركبوا على بعض سنه عشان لما يجي نقطعها. اوكي. وانا بحط ده عشان ايه اشيل بقى ايه البوله دي وابين لكل الناس. على فكره انا معجبه قوي بطريقه التتبيل بتاعتك، لازم اقول الحقيقه. يعني قلتي حاجه كويسه. لا يعني انا بحب الحاجات تبقى صوصي كده. فانا انت يعني فارق معايا في الحاجات دي. استنى انا عملت حاجه غلط، هقول لكم حاجه. ايه ايه عملتي ايه؟ طفيتي على الريش؟ انا عايزه دي هتتسلق. لا يا عم انا عايزه اطفي النار دي فوق ال فوق ال الباستا. هنحط باستا شويه. انت طول عمرك يعني تعليمك خواجاتي صح؟ يعني احنا متعرف عشان انا اول مره اعرفك. بحكم يعني العيشه بره. انت عندك ولاد بقى؟ عندي ولاد. قد ايه وقد ايه؟ 25 و24. بجد؟ ما يبانش عليا صح؟ شكلي صغير. شكلك 25 ولد وبنت؟ ولد وبنت. ولد وبنت. اوكي تمام، ربنا يخليهم لك. طب هما بقى حد فيهم بيعرف يطبخ؟ مراتك بتعرف تطبخ؟ لا. مراتك ما بتعرفش تطبخ؟ نو. يعني انت اللي بتطبخ طول الوقت؟ انا اللي بطبخ. Which is very nice. بس هي بتجتهد يعني، لما بتتعلم حاجه بتعملها مظبوط. انت بتعمل كام لاير لازانيا؟ يعني المفروض نعمل 4 5 عشان ما تبقاش تخينه، ما تبقاش زي مكرونه. احط بقى اللي انت بتقول عليه ده؟ اوكي كده. فرفتيه عليه؟ فرفت. اوكي كده. انا شويه جبنه بارميجانو مبشوره. اوكي. وشويه موتزاريلا. طب انت ليه مش مكتر البتاع؟ ما هياش صينيه مكرونه في الفرن، وكل حاجه ليها اصولها. يعني هي لازم اللي اخترعوها في ايطاليا هم عملوها كده اهو. ايه عملوها ايه بقى؟ هي كده زي ما انا بديكي الاصلي. والنبي احنا اول حلقه بلاش عارف التنكه في اول يوم. انا بديكي الاصلي. هعمل الاصلي. انا بعمل القمر الدين عشان يقعد يا دوبك، عشان احطه مع البتاع ده. بص هو ابتدى هو اوريدي كده، خلينا حد ياخده يحطه في الثلاجه.
عشان يلحق يجمد. وهاتولي التاني اللي موجود في التلاجة. ده تاني راق. طب من الصوص البولونيز. مش تقولي حاجة حلوة على اللي أنا بعمله؟ أنت بتبوظي لي الريش. فين؟ علي تعال النار. أنت عليت النار. علي النار. أكتر من كده؟ ولا تتسلق. علي النار. هي مشوية. أهي. أنا أكتر حاجة عملتها أهي. علي لك النار إيه أكتر من كده؟ اهو 19 وانا اهو انا مستنيه بقى القمر الدين ده يعني يدخن اكتر من كده شويه. والله امي أيوة. هتفرح بيا. انا عمري ما عملت يعني كل ده. لسه ما فرحتش بيكي؟ لا عمري في الطبيخ. اصل كل مصر كل مصر بتذلها. مصر كلها كل ما تشوفها تقول لها معقوله يا حاجه؟ معقوله يا حاجه عندك واحده كبيره كده وما بتعرفش تخش يا حاجه المطبخ؟ طبعا كل ده مع التسويه هيسيح مع بعضه. اه طبعا واضح ان شكلها تحفه اصلا. بسم الله ما شاء الله كده تمام. انا ماشيه لك كده حلو. الله احنا في البريك التاني بقى اللي اخر واحده هنقدم اكل جامد ريحته حلوه قوي. خلي بالكم احنا مرة تانية مهم جدا انكم تبقوا عارفين ان احنا بنحاول نعمل مائدة رمضانية جميلة بس هادية. يعني احنا ما عندناش اكتر من طبق. ممكن اقولك على حاجة مثلا؟ قول. اللحمة غليت. اه. كل حاجة غليت. اه. كبديل في اللحمة المعصجة ممكن رومي مفروم. لحم ديك رومي مفروم ارخص. اه صح. انا عمري ما فكرت فيها كده. يعني مش لازم لحمة مفرومة؟ يعني لو عايزين نوفر ممكن نستخدم. وطعمها هيبقى حلو. طعمها هيبقى حلو جدا. تتعصق كويس بس شكلها رائع. طيب هتدخلها اخر راق بقى. اخر راق. اخر راق. وانا لسه القمر الدين اهو. وهنغطي في الاخر بشمال. بشمال وعليهم رشه جبنه بارميجانو. اوكي احنا بس هنخلص ندخلها الفرن واخد فاصل. واه واه انا بتح لسه. انت حرقت ايدك؟ المسكات دول ما لهمش اي. يبقى جيب مسكاتك من بيتكم بقى. ماشي. لكن عباس نعم. انت اتجوزت اول مره كم مره كم سنه وتاني مره كم سنه؟ اول مره 19 سنه. وبعدين انفصلتوا. وبعدين اتجوزت تاني؟ بتحصل يعني. ايوه بتحصل. انا هكلمك عن مشاعر الجوازه الثانيه بتبقى احلى. يعني بتبقى على اصلا على قواعد مختلفه. ايه بقى زي ايه القواعد المختلفه؟ يعني خلاص يعني خلصنا مهاترات وخلصنا كفاح وحب. مفيش حد بقى يحاول يثبت نفسه يعني. مفيش اثبات ذات. قصدك تقول ان هو بيبقى اريح حابب الحياه؟ اريح بكتير او تبقى على اسس مختلفه يعني. ايوه زي يعني ايه يعني؟ مش فاهماك. ما انت ليه بتتكلمني الغاز؟ اه مش الغاز ولا حاجه. انا بكره الحلل دي. بتكره الحلل؟ دي ليه؟ كده عشان ملهاش ماسكه. هتتلسع. خلاص كده كفايه. خلاص احنا هندخل الصينيه دي. لازم بس اغطيها كويس. يلا يا باشا غطي كويس. اوكي هنطلعها من الفرن. تاخد وقت قد ايه دي؟ تاخد لها نص ساعه 45 دقيقه. احنا عندنا واحده ثانيه هنطلعها كمان شويه. 180. اوكي هندخل دي الفرن وهكون الريش استوت وهوريكم المهلبيه بقمر الدين بعد الفصل. وبنرجع لكم مره تانية. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان احنا بنعمل اللازانيا النهارده والريش والحلو طلع شكله يجنن لوحده. اول واحده هي هناك ايه ده الحلو بتاعي. انا هساعدك في الريش. عينه طلع لنا اللازانيا. يلا عشان الناس تفطر. احطها واعملي كده ديسبلاي حلو. حاضر. عقبال ما انا اروح اتلسع في الفرن. روح اتلسع في الفرن. اوكي كده
اطلع بقى الريش احطها على البتاع ده، رصيهم عليها عشان انت اصلك يعني لازم يجيبوا فرن يشعلقوه فوق عشان اصل احنا يعني احنا اسفين يا فندم، انتوا متعودين على طول لا لا خالص والله، هو عمره ما اشتغل معانا في النهار، بس يعني احنا الطبيعي ده مكانه الطبيعي. الفكره في ان الفرن يبقى متشعلق فوق. لا فكره ان انت قصير، ربنا يخليك ده من ذوقك. الله ريحتها تجنن. اوبس ايه الاخبار، هتقطعها لنا؟ هحاول اطلع خرطه منها. خرطه بس ولا انت هتقدمها كده؟ يعني هي عامه هي بتطلع متقطعه بورشن. ايه رايك في ده؟ صح كده؟ مرضي؟ مرضي مرضي؟ اهو واو بالهنا والشفا، ادي الريش كمان خلصت يا باشا. احط الريش هنا واحط الحلو اهو، ومستنيان ايه؟ واو تسلم ايديك، حط بورشن تانية. هتمنى واو. طب يلا يلا ما نحط اللازانيا هناك. حط الصينيه هناك. ايه رايك؟ ما فيش مكان زي ما انت. خلاص سيبها سيبها سيبها، احنا كده خلصنا كده فطارنا النهارده كامل متكمل. عايزه اقول لكم على حاجه، احنا عشان نبقى مع بعض وعشان كل اصدقائي بيتفرجوا علينا، احنا عاملين فزوره كل يوم، فزوره غلسه موت غلسه جدا، بس في نفس الوقت دمها خفيف لما هتعرف الاجابه. لو اتحط في الميه يموت. اياك تفتح اياك. ايه اللي من الميه لو اتحط في الميه يموت؟ فكروا فيها وبكره تقولوا لنا الحل. ايه الجايزه؟ ولا حاجه غير ان احنا بنلعب مع بعض. بحبكم، شكرا، ونشوفكم بكره وسكر.